جائزة أفضل محتوى رياضي أونلاين. بيدربنا جوارديولا عشان حاطين له شرط جزائي 42 مليون جنيه، وكل اللي احنا قايلين له عليه مش هينفع ندفع الشرط الجزائي ده غير في حالة عدم صعودك لكأس العالم. وهو في الماتشات دي بيحاول يطلع كل اللي عنده، مع ان رمضان من ساعة ما مشي في الأهلي على الله حكايته. ما بيقدمش بربع جنيه كورة. الهلال رجع يحترمك ورجع يلعب كورة قدامك. انت كنت عايز تزود اكتر من كده كمان ما اكتفيتش كمان وقلت هدف كمان واحد في الشوط الثاني وخلاص. الكرة المصرية اللهم لك الحمد اللهم لا حسد، نمسك الخشب الله اكبر الله اكبر الله اكبر، قادرة في ظل كل الصعوبات دي تثبت ان هي متزعمة القارة. احمد جمال في البداية عايز أشكر مجموعة وشوشة أن هي أتاحت لي الفرصة أن أنا أكون موجود في وسط المجموعة الكبيرة دي والكوكبة الكبيرة دي من النجوم. كمان عايز أوجه الشكر للنادي الأهلي وجمهوره اللي هم سبب من الأسباب في وجودي هنا. بشكر جمهور الأهلي جدا تصويته ليا وثقته فيا، بتمنى دايما أكون أدي الثقة ديت وأكون بقدم كل جديد ليهم ويكون في ثقة دايما. بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، أنا بعتبر نفسي ابنه، والحضور كمان منهم النهاردة المهندس محمد الجرحي. وفي الآخر بختم كلمتي بشكر لعيلتي وأهلي اللي دايما في ظهري ودعميني في عز ما كانش لسه في حد مؤمن أنه ممكن أوصل لأي حاجة. ألف شكر.